احلى عصير شربته بحياتي. ايش دعوه حبيبي، هو كله عصير. ليش انه من يدينك مسكت؟ تسلم لي هاليدين حبيبي. اللي بغيت اسالك. خير امري؟ ما يامر عليك عدو. بغيت اسالك، انت فاتحت حصه على موضوع زواجنا ولا بعد؟ ايش شاب هالموضوع؟ انا امس واصل من السفر، ما بداني يبغى اتكلم وياها. اي صاج صاج. حبيبي هي فرغت الجناط؟ اي فرغتهم. لا وبشرك بعد، عواشه استانست من الاحجابات اللي اخترتيهم لها. اي زين، وايد زين. حبيبي جنطتك كانت وايد ثقيله، متروسه اغراض. اشو انه ما اخذوا علي وزن. حصه فرغت الجنطه؟ شوف ترى في بدل لازم توديهم المصبغه، ما تغسلهم في البيت لا يختربون. لا تخافين لا تخافين، ام عاد تعرف شغلها، واكيد البدل هذول بتوديهم للمصبغه، وباقي الهدوم بتغسلهم عندها في البيت. يعني حصه فرغت الجنطه؟ علامك على الجنطه. لا ماكو شيء حبيبي، ماكو شيء، بس انا كان خاطري اغسلهم لك بيدي. لا يبا، لا 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 لا، كل شيء ولا دينك. انا ابي تظل دينك ناعمه. ايش لك بالغسال والصابون يا يبا؟ حبيبي. يلا بنرخصك. حبيبي حبيبي، وين رايح؟ وين رايح بعد؟ رايح البيت. ايش دعوه يا عمري؟ يعني هذا مو بيتك. ردينا يا نورة، احنا مو قايلين بعد ما نقول هذا بيتي وهذا بيتهم. الله يهديك بس. ايش بهالحكي؟ يلا يبا، بأمان الله. معقولة درت ولا قالت شيء؟ الحمد لله والشكر. قومي درسي لك كلمتين بدل لا تكتبين كلمات الاغنية هذه اللي مديتنا فيها قطيعة. وانتي شك وانا ما ابي ادرس، شكو حط راسك براس انتي. طقاق. دقيق. الشرطين. التالي. يا حليلك، خلصتي دراسة؟ ايش قدية هاتشي مهاج هاتشربيها العصير. شنو اللي قعدت عليه هذا؟ حسبي الله. وانا قاعدة اقول لبنية قاعد تدرس ومقطع الكتب دراسة، اثريها مجلات تقصقصين صور فنانين وفنانات اللي ما تدفع على وجه. مو ما درست، خلصت فيك. مو تدرستي بعرف؟ مو دارسة. زين يمه قولي لي، إذا نجحت وين بتسافريني؟ أنت درسي قبل عشان تنجحين. تنجح إن شاء الله، أنت شكو خليك في كتبك بس. زين يما، تدرين؟ يقولون سنغافورة تينن بأوروبا، هناك الشوبينج مو طبيعي. ما فيها؟ يا غبية، سنغافورة بأوروبا يا الظالمة، سنغافورة بشرق آسيا يا غبية. لا حبيبتي أنا متأكدة سنغافورة بأوروبا. كيفنا؟ غيرنا الخرايط، شلنا سنغافورة حطيناها في اوروبا، انت ايش عليك بالله؟ يا مو بس سنغافورة، بوديك حتى ايطاليا. الله يما انا بس نجحي. زين بشوف برج ايفل هناك بايطاليا بعد؟ برج ايفل فرنسا يا غبية يا غبية، الصدقين راح اجرب درسك حق امتحان الجغرافيا لان غبائك خارق. سمعي عاد، ما غبي الا انتي، فهمتي؟ وعسى عاد لا تغلطين على البنية وانا قاعدة بعد هذا اشكره. أمانة خالتي، سنغافورة بأوروبا؟ قلتك كيف نحن غيرنا الخرائط، أنت شكو؟ بأوروبا بأوروبا هي؟ إيه؟ أوكي. أنت شبقرة. لا بعدين ماكو غير شبقرة عاد. يا حمارة ما تستحين. لا تقولين حمارة، هاي أنت لا تقعد أقوي. لا تقعدين تقولين بس عادي أنت وياها وأنا قاعدة. لا تقعدين تقولين حمارة، روحي درسي. قولي حق بنتك. حريمش كبركم كذي، حسبي الله عليكم بالبنات. كيفي بس عاد كيفي. ترى قاعد تكتب مساع كلمات الاغنيه، كل ساعه تعيد الاغنيه. مو شغلك. اي والله كيفنا. تحط صور ممثلين داخل الدفتر مالها. اي اي شفتهم. انت سكتي شب شعمي انت. اقول لها درسي ما تدرس. كيفها؟ انت شكو انت امها؟ شوفي قاعد تعيب علي.
بس عاد يلا وانت طالعه كتب درسه يلا لا اعطيك كف على وجهك هذا اللي ناقص يلا انجعمي راسي وما زين مالت عليكم كل بنات الثنتين خلصني عاد ما ادري ايش هذا ما قاعد يرد ما ادري نجلة كانت تدري ان فهد طاب خاطره منها لانها بطلت تعطيه فلوس لكن ما رضت تعترف لنفسها كبرياءها منعها تعترف ان فهد كان يستغلها وشنو فهد واحد من شباب وايد عرفتهم نجلة الله يهديك شوفي ما لا الحمد لله ما شاء الله الحرارة نزلت أصب لك شاي ما صار الله العلي العظيم شفيك ما شفيك قولي كله ساكتة وما تحكي عسى ما شر سلامتك ماكو شيء سلام تعال تعال شنو رايح تلعب كرة؟ ايوه حد متأخر تبين شيء؟ سلامتك يلا تعال 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 اقعد تعال استقعد خير انطر خلي ابوي بعدين روح انا اليوم شايفه ادري شايفه بس لا اله الا الله السلام عليكم عليكم السلام عليكم هلا والله شو الريحة الطيبة؟ شنو يبا حط بخور جديد؟ اي يبا اعجبك عليك بالعافية عشان تبين منه الله يعافيك يبا اقول يبا تعال استريح طول لي عمرك اشرب لك استكانة شاي وابيك بسالفة ابي يبا انا مستعجل اقول يبا يوم كنت مسافر انا شفت صهيب اخوي قاعد هنا مع ربعه هذيل اصدقاء السوق يشربون سجاير يبا هي مره واخر مره ان شاء الله شنو مره واخر مره وباكيت السجاير اللي شفته بدارك صهيب يوز عن هالسوالف انت ولد الشيخ مساعد ولد الشيخ مساعد ما يدخن سمعت ان شاء الله يبا بس صدق ابور كلنا كنا متفاجئين من اللي صار إلا أمي كانت عارفة أن بال أبوي مشغول بأشياء ثانية أشياء إحنا ما ندري عنها من الواضح أن المريض عنده آلام شديدة في المفاصل فعلا واضح من الأشعة أنه عنده التهابات شديدة جدا زين اطلب له اشعه ام ار اي على اساس نتاكد اذا في مشكله ثانيه او لا حاضر عمك يا دكتور كله منك انت السبب باللي صار امي وابوي طلبوا الطلاق امي حدت البيت وطلعت الحين ارتحت سويت اللي براسك مريم هدي اعصابك كل مشكله ولها حل تعالي اقعدي واخر عني لا تلمسني اي حل انت قاعد تحكي عنه اقول لك امي طلبت الطلاق وانت تقول لي حل دكتور عاد عليك وقت حياك الله هلا مريم انا ادري ان اللي صار غلط واكبر غلط بس لازم تفهمين ان امك اذا ما تركت ابوك اليوم تتركه باكر ايه كله منك انت لا مو مني انا حتى لو انا ما ظهرت بحياه امك صدقيني راح تتركه عشان جاسم ولا خالد ولا فيصل ولا اي اسم مو مهم الاسماء وانت عارفه السبب ليش قصيت عليها بكلمتين فريت مخها خليتها تبيعنا كلنا عشانك انت انا ما قصيت عليها يا مريم انا صدق احب امك وناوي اتزوجها واعوضها عن كل اللي فات وانت عبالك كذي يعني سويت خير انت هدمت بيت هدمت اسره امي وابوي بيفترقون وانا اللي بضيع بينهم انت فرقت بين اثنين كانوا مرتاحين لا تكذبين على نفسك وانت تدرين ان امك ما كانت مرتاحه لا والله يعني معاك انت بتكون مرتاحه بتبرون سعادتكم على حساب غيركم على حساب هالفقير المسكين حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
يا صهيب صهيب وينك؟ يلا 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 يبا حاطين العشاء وناطرينك. يلا عاد ميت من اليوع، طافت اليوم لعبتها بكزرتها يبقولين. لا مبروك كابتن ماجد. ضحكتني. انتوا ايش فيكم؟ لازم كل ما انت يما على العشاء تسوون سالفه ولويا، واصلا مواضعكم ما فيها معنى. انا للحين مو قادر اقتنع شلون ابوي طوف سالفه السجاير، مو راضي يدش مخي. انت ما تبي تعدي الليله على خير؟ حاكي ما حاكي، ما نبي ناكل ونروح نسوي مشاكل. وما ايش فيك؟ ايش قلتي؟ لا بالله مو طبيعيه، فيها شيء مو طبيعي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا والله، حياك حياك. وبالله هيدر ليش تاخرت العشاء؟ ترى العشاء ما له طعم من غيره. يبا انا تعشيت قبلكم. اقول حصه، انا اليوم دورت بطاقه البنك وما لقيتها، احتجت لها وتوهقت. ما تدرين وينها في؟ لا ما ادري. يبا يمكن تلقاها طايحه بجنطه السفر، دورتها بجنطه السفر. والله يمكن معك حق يا ولدي. هي وينها في الجنطه؟ بالغرفه. اول ما تفتح الباب تشوفها قدام. خش اروح اشوفها. ألقاها بس. يلا. شفيك ما لقيتي شيء؟ شبعانة. يما فيك شيء؟ حصة تعالي ابيك قدام. إذا عندك شيء تبي تقوله لي، قوله قدام عيالك. احنا ما تعودنا نخش عليهم شيء. حصة تعالي الدار ابيك شيء ضروري. قصة انت لا تفهمين غلط، انا ريال اخاف الله، والملابس هذه لزوجتي. زوجتك؟ كلمة هذه غريبة على اذني. قبل لما كنت اسمعها اعرف انك تقصد. أنا مصدقة إنك تقصد واحدة غيري. صلى يا داج، أنا ما سويت شيء خالف شرع الله. ودي أسألك سؤال تجاوبني. ليش؟ شني أحتاج الوحدة صغيرة. وأنا بعد لما أخذني كنت صغيرة، أنا فتحت عيني معك وكبرت معك. ما تبين راحتي طول عمرها راحتك معي.
القصة. أنت الأصل. أنت معاذ والعيال. وكانك على الرأس. وما أنسى جمايلك علي. وكذي يردون الجميل. حقك علي. حقك علي يا معاذ. وعلي داش وهن اللي طالعين صحت واج صحت يبي يضيقن خلقي يبي ينازل يعني كله ولا تزعل وعيون علي شيء يما وانت قاعد تبكين قولي لي ايش فيك؟ هو شو اللي يسلمك شيء؟ خليني بروحي ما ابي حاجه احد. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. لا تبكي لا تبكي. استغفر الله يا رب. يما لا تبكين عفي لا تبكين. مساعد ما قلت انك بتجي الليله شنو هذا؟ ايه هذا قميص نومي امبي عيس وانا ادور عليه نوره لا تتقشمين انت من انت متزوجه واحد عمره 20 سنه القميص هذا ليش بجنطتي؟ امبي مساعد ايش فيك قاعد تصرخ علي كذي؟ تبينها تعرف اني متزوجك عشان كذي حطيتي القميص في الجنطه اول وتالي هي راح تعرف بس انا اختصرت عليها المدة بتعرف بس مو بهالطريقة بغى يوقف قلبها هش دعوة لهالدرجة خايفة على مشاعرها كان لازم تصبرين وانا اقول لها بطريقتي الخاصة على الاقل امهد لها السالفة وطبعا اكيد سوت لك صيحة ودندرة ما صارت ولا استوت حصة تسوي صيحة بلاش ما عرفتيها مساعد مساعد وين رايح رايح البيت اكيد الحين حصه حالتها حاله زدتك في حبيبي ما دام انك جيت هني وحصه جرت خلاص قاعد عندي الليله واخر عن وجهي وبس هذا اللي الله قدرك عليه افتزايل ابوك ايش قاعد تسوي؟ شنو ايش قاعد اسوي؟ ما تقعدين بهالبيت ولا دقيقه وين تبيني اروح؟ تاخذين هدومك الحين الحين وتروحين بيت خالي جاسم تبيني عقب هالعمر هذا اهد بيتي واروح بيت اخوي ها يا يما هالمره انت اللي بتزعلين مو ابوي انا عمري ما زعلت هالمره بتزعلين بتزعلين وتلعنين ابو خامسه بعد لا عوش لا تحكين كذي عن ابوك يما لا تجننيني لا تجننيني ايش فيك يما عيل تقعدين كنا ما صار شيء اي بقى هذا البيت اللي في القلب ما يعلم فيه الا رب العالمين
ديتش الليلة قاعد تنطر أبوي، كان لازم أفهم منه السبب، لازم أعرف شو اللي خلاه يبيع عشرة العمر اللي بينه وبين أمي، وأنا اللي كنت أحسب أمي وأبوي مرتاحين مع بعض ولا في مثلهم اثنين، كان لازم أعرف. يبا زعلانة مني؟ وايد يبا، ترى والي زعلانة علي أكثر من أمك. تكلمي، قولي شو اللي تبي تعرفينه. يبا أنت ما تحب أمي؟ بلى أحبها وأغليها، بس أنت تدري، تعرفين أمك ما تهتم بنفسها وريحتها طباخ. تطبخ عشانك يبا، وأنت كله تقول لها أحب طباخك، أحب أكل من إيدك. صحيح، بس أنا محتاج الوحدة صغيرة حتى أعرف نفسي. وأمك كبرت يا يبا، حتى إذا تزوجت وحدة صغيرة ما راح تصغر. ولا شيء من اللي قاله أبوي يقنعني، ولا شيء يبرر اللي سواه في أمي، وهو عارف أن أمي حصة مسكينة ومن أهل الله، بس أنا لكل فعل ردة فعل مساوية له من قوة معاكسة له بالاتجاه. أي مثلا لو نقول صاروخ، أي مكوك فضائي يمشي بقوة. هاي لحظة شنو ايش قاعد تقولين انتي؟ لكل فعل ردة فعل شنو؟ لكل فعل ردة فعل مساوية له بالقوة معاكسة له بالاتجاه. مثال لو نقول انه صاروخ، أي مكوك لحظة مو قرآن نبي نكتب عدل، أوكي؟ ما هي نظرية لازم تحفظينها كذي. يا الله، لا إله إلا الله عليك، بسم الله عليك، ايش فيك حبيبتي؟ قال لك حفظي النظرية مو الأمثلة. وإذا حفظت النظرية تصيرين عادي، بس الأمثلة يخليك يعني تاخذين علامة كاملة. واي بنات، ترى أنا حديد أخت، إيش رأيكم أسوي لكم قهوة؟ إي أنا أبي. يلا سمعي، لكل فعل ردة فعل مساوية له بالقوة معاكسة له بالاتجاه. شلون مساوية وشلون معاكسة؟ ما هي لما... السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيكم العافية يبا. الله يعافيك. شدوا حيلكم، ترى إحنا بآخر السنة. إن شاء الله عمي، بس تكفى واللي يعافيك ادعي لنا دائما. أنا أدعي لكم دائماً إن شاء الله. قولوا آمين، عسى الله يوفقكم ووفق كل طالب علم. آمين يا رب. يلا بالتوفيق إن شاء الله. مشكورة على المعلومات. سمعي، أنا أم مريم وأبوها تطلقوا، وأبوي تزوج على أمي. كل هذا صار بوقت الامتحانات، وعشان هالظروف ما تأثر علينا اقترحت هند إن ندرس مع بعض كل يوم، وكانت هند تشرح لنا أي شيء مو فاهمينه. كنا نضحك شوي وندرس شوي ونشكي حق بعض همنا عقب شوي. ما هي كوبيت لحالها ماي حار، سلمى كذاب هي، انا شفتها عيني. صدق هي اللي كبل ماي الحار؟ ايه هي كوبيت لحالها ماي، انا شفتها عيوني، هي كذاب. ايش كم سوي كذي؟ يما يدي ما تقورني. بسم الله بسم الله عليك. ما عليك شر ابوي، مره ثانيه ديري بالك وانت تسوين الشاي. احنا يوم شلون بكتب الامتحان عقب كم يوم؟ هذا اليمين ترى.
بأي سؤال؟ شو مدخلك المطبخ انتي؟ يما سوي شاي يما بعد بعرف ادرس يعني. شاي؟ لا ما شفتك تشربين شاي. امشي امشي امشي، حطي بالك مرة ثانية يبا. قص علي. اخ يا ربي. ذكاء سلمى الخارق اوحى لها تصب الماي الحار على ايدها عشان ما تمتحن، لانها كانت خايفه من السقوط. بس اللي صار ان الناظره رفضت تاجل لها الامتحانات، وخلت واحده من المدرسات تكتب عنها. يعني سلمى تقول الجواب والمدرسه تكتب، واكيد اجوبه سلمى كلها كانت غلط، يعني احترقت ايدها على بلاش. ما قلت لكم ذكائها خارق؟ بالضبط نفس الإجابة كتبتها. الحين أنت مو توش تقولين أنا حالة غير؟ ترى أنتي فصلة أو شو إيش فيك؟ ما أدري، أحس يعني هو نفسه بس كلمتين غلط، يمكن مختلفين عن التصفيق. كلمتين غلط؟ بس خلاص خلاص فكوني، لوعتوا كبدي الحين يسكتون، ما سكتوا الحين تسكتون، لو مو تحجون عن الامتحان. يبي الكتاب يبي 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 يسولفوا عن أي شيء ثاني. أوه عاد بس تلقين وناسة، آخر يوم ممتحن فيه. وعد ان شاء الله ننجح. تعالوا قولوا لي وين هندو. هندو يعني ما تعرفينها؟ هذه ام قليب حبيبتي، جاب لها الورقه للحين بالامتحان. واي بس براجع ما لي شغل فيك. اي والله اي، هذه عشان مو حاله عدل، ما تبي نراجع عجوبتنا. مين قال لك عشان انت مو حاله عدل؟ انا جبت العيد. قولي انك غاشه منها. اي غاشه منها. انت الاثنين ساقطين. بسم الله علينا. زين خلنا نتاكد. ترى وقت المراجعة خلصت، شوف الطالبات ما في أي حد إلا أنت بالصف. أبلا بس أراجع شوي، لأن أنا في أجوبة مو متأكدة. خلاص قاعد أقول لك ما في وقت خلاص. زين أبلا بس السؤال هذا مو متأكدة من، أنا لازم أراجع ما أعرف. وين هذا السؤال أنا مو متأكدة. قاعد اقول لك صح ما شاء الله عليك، ما ينخاف عليك كلش. زين ابله الله يخليك، بس اراجع اخر مره. خلاص 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 قاعد اقول لك كل شيء صح. ايش فيك يا هيك؟ ابله بس في سؤال اتاكد، لاني مو متاكده بعد من التشكيل بتاكد. خلاص حبيبتي قاعد اقول لك انت شطوره وما ينخاف عليك، يلا روحي توكلي على امك. هندي يبا متى النتائج؟ باكر يبا. توفيق ان شاء الله. باكر لازم بعد تساليني باكر؟ انت ايش عليك انت حلطم؟ وي سلمى يبا ايدك احسن؟ لا يبا تحرقني للحين. اكو ناس وايد تعرض لحوادث، تنجرح وبعدين تعالج. وكناس جروحها من نوع ثاني، جروح في القلب
ما حد يقدر يشوفها ولا حد يقدر يعالجها. لكن في ناس قلوبها ضعيفة ولا تتحمل الجروح العميقة. يبا نايم؟ لا بابا نايم، خليه ينام، لما يقعد ودي له ريوق. يلا. نجلاء؟ ليش ساكتة؟ مو عوايدك. مو ساكتة، قاعد أقرأ قرآن. الله، ليه؟ هاي بكون ماخذة دور ثاني. وهي قطيعة ايش هالفال؟ قولي ان شاء الله ناجحين. اوه يا رب يا رب يا رب يا رب يا حبيبي ان شاء الله ناجحين. اقرا اقرا القران بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا نجحنا، وطبعا هند طلعت الاولى على الدفعه، وطبعا سلمى طلعت الاخيره على الدفعه. اسفه، سلمى سقطت. الله الله عشان. الله يخليها لنا الكويت ديرتنا. أيوة. يحرسها من كل شر. امين. انت لا تنشعمي، صدعتي راسي. امين اللي ياخذك، قولي امين يعلج الضربه وانت وريش في البيت. انت قلبي وافراحه. ايوه وهنا محمد ما سكتها، ترى بلعن نخيرها البنيه ناجحه مستانسه. خليها فرحان بعذره ما تعد الحليم ما تفرحان بنا. يبا يما يما حصونة وينك؟ كاني يما بالمطبخ. يما هاي يما يما باركيلي باركيلي. على شو؟ الحمد لله نجحت يما نجحتي. ألف مبروك يا بعد قلبي، ألف مبروك حبيبة قلبي. الحمد لله. أنا أبيك الحين تسعدين غرفتك يا يما وتتوضين وتصلين ركعتين شكر لله. روحي إن شاء الله يا بعد قلبي حبيبتي. فديتك يما حبيبتي. الله يفرح قلبك دنيا واخره. قولي امين يا رب يا رب انك توفقها وترزقها بولد الحلال يا رب. ولقت نجل البيت فاضي، ما كان في احد يشاركها فرحه التخرج، ولا كان في أحد يقول لها مبروك يا بنيتي، مبروك النجاح. علي انت ما تستحين على وجهك. انت شفيت شفيت ذبحتيني، مرمرتي قلبي. كل هذا عن ابو دارج، 3 سنوات بصف واحد ما حفظت المنهج ما حفظتي، وش لو حمار دليناه وعرفناه الطريق كان حفظ منهج عن ابو دارج 3 سنين عم بعينك.
انت طلعتي اغبى من الحمار. عدال عليك انت يعني شاطر، عايد السنه شكلك اصلا احد. بس عادت وياها تعايرون بعض كلش عاد، انت اللي جايب لي الشهاده اللي فيها تفوق. يا يبا ما ابي تفوق، ما ابي مكتوب امتياز، ابي نجاح. ناجح ينتقل من الصف الفلاني الى الصف الفلاني. ما تستحون على وجوهكم بس ان شاء الله يما، ان شاء الله ان شاء الله متى السنه الجايه ان شاء الله. ودي خاطري مره اشوف هندو شهادتها فيها شيء احمر. شنو على منو طالعين غبيه؟ اذا هندو طالعه ذكيه على امها، انا وهي طالعين غبيه على منو؟ عليك انت. اي جنين الحيل، اي جنين الحيل، ما تستحى على وجهك. تفضلي. شنو هذا؟ هديه تخرجك. صوره امي. لا تسمعنا عنتر. ابوي باون وراسه، تدري هذه احلى هديه بالدنيا. يبا بس انت قايل لي ما عندك الا هذيك الصوره. كنت محتفظ بهالصوره من زمان، اليوم اشوفها صبح عليها ومسي عليها. وانا قلت لك يا يبا، عمري ما حبيت واحده غير امي. انت احلى ابو بالدنيا. شكرا يبا. تدري ان هذه احلى هديه بالدنيا اصلا، تونس او نص من نجاح. حبيبتي انت، الله ما يحرمني منك. تشبهني وايد. يبا ويبا، انت للحين نايم؟ يبا يبا قوم، ترى انا نجحت. يبا 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 رد علي. يبا يبا رد علي. يبا يبا الله يخليك، لا تروح وتخليني. يبا رد علي. يبا تكفى رد علي. يبا يبا الله يخليك رد علي. يبا يبا تكفى رد علي. يبا لا تروح وتخليني بروحي. يبا الله يخليك رد علي. يبا تكفى رد علي.